هؤلاء المحافظين صح نجحوا، بس هم نجحوا بسبب السلطة. شنو صار عمي؟ حتى تليفون ما حسال علينا، محافظاتنا احترقت. ساويت أمورك مع القوى السياسية وقدرت ترجع ولاية ثانية. هاي مال واحد كلش قوي بالشطرة. مرات يقول لك ابنك إذا كبر خاويك. أي. مو صحيح؟ لا، ابنك إذا كبر طلع من البيت، وهاي بالعشائر عندنا هيفة. يعني عندك بخت مدي شاي الخرزة، أنت طلعت أنت المفروض مو كاظم. فمن صارت 4-3-2 فاحنا اضطرينا نلعب 3-3-3. دار الصدري لو كان عنده قرار كان يتبنى بشكل رسمي لعب المحافظين وما يخشى. عشت مثل مصطفى سند؟ بعض، هو رخيص، يعتقد الناس كلها رخيصة. القصر على قناة الرابعة، رمضان بيكم أحلى.